يا عم رزق، ما تخف ايدك على العربيه شويه، شايفها ليموزين يعني. ايوه خف الميه شويه يا عم رزق، ده العربيه بوش في ايدك. ايوه يا واد يا بركه ملعوبه، حمتنا بس ملعوبه. على كيمو راجع من شان هيا ليك. وبعدين يا بركه الناس دي هتفضل تاكل عرقنا كده ونسكت لها ولا ايه؟ يا عم ربك على المفتري يا عم. قال الفرعون ايه فرعانك؟ يا عم فوت، ما حلو اقول الحمد لله، فوت يا اخي. والله ما انا عارف هنفضل نفوت لحد امتى. الشاي 100 100 للناس، 100 100. تسلم ايدك يا كيمو اهي. حبيبي يا بركه. قال كيمو امرني عمنا. معكش حاجه تعدل الدماغ؟ طلع اللي حليح وانا ابرز. قول يا اخويا. امسك. ايوه جاي. ايه يا عم زين؟ روق بقى كده امال، روق. والله ما انا عارف بقى الدنيا هتفضل معانده معانا لحد امتى يا بركه؟ لحد ما تلعبها كيكه على العالي يا زين وتنط فوقيها. انا حربي حربي، وحشتني حربي، وحشتني هو حربي. ايوه يا اخويا، عشان كده في الخمس سنين اللي فاتوا كنت كل يوم والتاني بتيجوا تزوروني في السجن. جرايا يا زين يا اشقر، كنت نايم في حضنك ليله امبارح ولا اتصيت في نظرك ومش شايف من واقف قدامك؟ عليا النعمه انا ما مصدق نفسي، معقول هذا الخمس سنين عدوا بالسرعه دي؟ الله يخرب بيت عقلك، كنت عايزهم يطولوا اكتر من كده كمان انا ولا ايه؟ مش قصدي يا صاحبي، تعال تعال. ولا كيمو، احلى كوبايه شاي عندك لحرب المهدي، صاحبي وحبيبي واخويا كوماندة الحته دي كلها. اقعد يا حرب، اقعد. والله زمان يا صاحبي. خرجت من السجن امتى؟ النهارده الصبح، نقلوني من اللومان على القسم، واول ما خرجت من هناك قلت اجي المنطقه اشقر عليكم واشوف اخباركم ايه. اخبارنا؟ والله اخبارنا لا تسر عدو على حبيبي يا حربي. ساعة ما خدوك مننا والكيكة نزلت في الواطي على الآخر. ولا يهمكم، الدنيا دوارة ومسيرة هتروق وتحلو، وما دام حربي وصل يبقى الكيكة هتطلع تاني في العالي، في العالي قوي 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 يا ولا. أيوه من بقك لباب السماء يا رب. الحمد لله على السلامة يا عم الشباب. الله يسلمك يا كيمو، عامل إيه؟ الحمد لله نحمده على أي حال. آه بالمناسبة الباب في حياتك في الست الوالدة، يعني هي جت متأخرة بس يعني ده حال الدنيا. تشكر يا كيمو. عملت لأمي جنازة كويسة؟ اتسطرت يا صاحبي، وكانت ليلتها زي الفل كمان. كان نفسي أكون موجود وآخد عزاء بنفسي. معلش، ما احنا نشرب كوبايتين الشاي دول ونطلع نقرا الفاتحة كلنا. بقولكوا يا شباب، ما تيجي نقوم نروح المدافن دلوقتي، صح؟ يلا يلا. تستنى يا جدع عم يشرب الشاي بتاعه. يا عم الشاي معانا على طول، يلا يلا بس يلا. هو في إيه يا جدع؟ ايه ده؟ ده الواد حربي خرج من السجن يا جدعان. معقوله الخمس سنين لحقوا يعدوا بسرعه؟ الحمد لله على السلامه يا حربي، انا بقالي زمن مستنيك. كل واحد منا خد نصيبه يا معلم ابضايا. ده كلام برضه يا راجل، نصيبك لسه مستنيك وباذن الله هتاخده على ايدي يا حربي. طب ما يلا بقى يا زين بقى عشان نلحق الميعاد بتاعنا. يلا يلا يا حربي يلا. ولا كيمو، اساب الرجاله اللي على القهوه كلهم عندي. يلا يا حربي يلا يا حربي يلا. سلام يا عن. هو ابضايا لسه عامل فيها فتوت الحرم؟ لا ده عقبال عندك بقى فتوت المنطقه كلها، وبيشتغل دلوقتي حساب معلومه انشراح بتاعت الخرده. انت لسه فاكرها؟
وهي دي تتنسي؟ لا بس ابو ضيق كده ايه؟ شكله حتى في دماغه. انت لسه خارج من السجن يا معلم، سيبك منه. انا مالي بيه يا عم؟ هو في حاله وانا في حالي. المهم بس هو يسيبك في حالك. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حربي أبو العينين المهدي بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. ليش تفتكر أخويا؟ الله يرحم الجميع يا عزيز. مش يلا بقى، لحسن أنا جعان قوي وأنت تلاقيك كمان ما أكلتش من الصبح. ماشي يا كوماندا؟ ماشي. اتفضل. كنا عاوزينك تجيب لنا شويه طلبات في الشقه عندنا. هوم دليفري يعني، الشقه مش بعيد. معلش انا اسفه جدا يا فندم، بس الخدمه دي مش موجوده هنا عندنا. احنا هنمسكك على الاخر. هنغنغي احنا الثلاثه وبس. اسفه، نمره غلط. انت اللي خسران يا جميل. في ايه يا دعاء؟ انا ماشي. ماجده. ايوه يا استاذ فتوح. هي مالها دعاء؟ ابدا مفيش اي حاجه، على اذن حضرتك. هما مالهم دول؟ ايه يا دعاء؟ ممكن افهم ايه الجنان اللي انت بتعمليه ده؟ ده لسه باقي نص ساعه على شفت، ولو الاستاذ فتوح عرف يخلي بكره نهارك غم، يخلي اللي يخليه. انا خلاص بجد ما بقتش اقدر استحمل. اكل العيش مر يا دعاء، واحنا لازم نستحمل. لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ما ربنا يفرجها. شكلها مش باين لها فرج. بقول لك ايه يا بنت يا ماجدة؟ ايه؟ الاقيش معاكي بس 10 جنيه لحد اخر الشهر. مرات ابوكي برضه. مقشطاني اول باول. معلش انا عارفه ان انا بتقل عليكي. بس انا مش فاضل معايا غير 20 جنيه من المرتب. معلش يا ماجدة عشان خاطري. ان شاء الله بس 5 جنيه. معلش. ماشي يا دعاء. عليكي 10 جنيه من الاسبوع اللي فات، وادي 5 جنيه يبقى عليكي 15 جنيه. ماشي يا بنت كلك مجدع. ان شاء الله اول ما اقبض على طول. بقول لك ايه؟ لو الاستاذ فتوح سال عليكي اقول له ايه؟ قولي له اي حاجه تخطر على بالك، اتهبلت، اتخبطتها عربيه، ماتت، اقول لك؟ قولي له ماتت، حلوه دي. يلا. باي باي يا قطه. مساء الجمال يا فل الوردوش. يا بنت. بيطلعوا امتى دول؟ يا بنت اتخضيتي كده ليه؟ كل ما تشوفيني تحسسيني ان طلع لك عفريت، ده انا قبضايا. اه صح، نسيت معلش يا معلم. معلش المرة الجاية باخد بالي، وبعدين نبقى ارحمنا يعني شوية يا معلم من خداديدك دي. خداديدك ان شاء الله اعمل لك طاسة الخضة واشرب لك منها خضة خضة. عسل والله يا معلم عسل. طيب معلش بقى انا مضطرة انا اطلع علشان انا بجد تعبانة قوي، راجعة من شغل هلكانة خالص. طب انا هفرط منك وبلميني حبة حبة. خداديدك. ها ربنا ياخدك ويريحني منك. السحنة دي مش غريبة عليا. دي دعاء بنت عم نوفل، أخو عم رزق بتاع الموقف. دعاء؟ دي كانت بنت مفعوصة قبل ما أدخل السجن. هما 5 سنين يخلوها تتدور وتحلو كده. دي بقت فورتيكا. جرايا جدع ما تتلم أمال. يا عم زين، أنا شكلي دخلت في الخط غلط ولا إيه؟ هو الخط مشغول؟ يا عم ولا خط ولا كارت بقى، الله انت هتعصبنا ليه؟ دي بنت عم نوفل برضه، جارنا وحبيبنا، ما يصحش. الله. على فكرة نسيت أقول لك صحيح. أصل عم نوفل بعد أمك ما ماتت يعني الله يرحمها خد البدروم. كده من غير إحم ولا دستور؟ وأنت سكت على كده يا زين؟ يا جدع الناس لبعضيها في إيه؟ دول كانوا قاعدين في حقوق قد كده. قول لي بقى يا عم الأصول، لما عم نوفل وعيلته عبته في مطرحي، أبات أنا بقى فين؟ في الشارع؟ ولا يكونش عم نوفل هيتبناني ويبيتني مع دعاء؟
يا جدع اتلمي يا جدع بدل ما البسك طبق الكشري ده في وشك. الله تصدق بالله انت وحشني. ازيك يا معلم؟ ازيك يا بقى عامل ايه؟ ازيك يا ابو؟ الحمد لله. ايه اتاخرت ليه يا دعاء؟ معلش يابا، ما انت عارف زحمه المواصلات، وكمان انا مشواري بعيد قوي، وقبضايا ده كمان اللي كل ما يشوف خلقتي يوقفني ويرمي بلاء عليا، يقعد يسبل لي في عينيه ويتمحلس لي. اما حاجه بقت تقرف. وماله يا حبيبتي؟ بيسال عليكي، بينخشك، عشمان فيكي، فيها حاجه دي؟ لا كتر خيره قوي، هو يشوف له حد تاني بس هو يطمن عليه ويحل عن قفايا. انا مرات ابويا، انا مش ناقصاه. تاني مرات ابويا؟ ما قلنا غيريها. قولي يا خالتي يا عماتي. حاضر يا خالتي يا عماتي. حلو كده؟ يا حلوه. ايه اللي جايباه ده بقى؟ ده رز بلبن يا مرات ابويا، جايبه لك انت وابويا. يا حلولي يا حلولو، رز بلبن يا ما جاب الغراب لامه. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده بدل ما تقولي شكرا كتر خيرك يا مرات ابويا. شفت بنتك بتكلمني ازاي يا نوفل؟ البنت راجعه تعبانه من الشغل وجايبه معاها رز بلبن، ايه لزوم كلامك معاها ده؟ البنت بتحبك يا عطيات، والله العظيم بتحبك يا اخويا. قال الجوحة مرات ابوك بتحبك؟ قال اكيد اتجننت. قوم قوم شوف معاها اي فلوس. قوم. انت مش لسه واخده منها مبلغ كبير قريب؟ خالص، صرفته على البيت. اكونش صرفته على امي؟ اشتريت هدمتين. ايه حرام يعني؟ هناكل سلطه يا نوفل؟ ما تقول، بقول لك دي مكوشه فلوس قد كده. قوم.